انتظرونا عاجلا لمشاهدة البث المباشر للمهرجان 31 المهدي علم تقوى وسطية أخلاق بغداد الخميس 7 جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة الساعة 2 ظهرا. ويتضمن المهرجان تلاوة القرآن ومحاضرات وعظ وأرشاد وبحوثا حوارية مستوحاة من فكر السيد الأستاذ وقصائد على أرواح الشهداء وتذمينا لتضحيات شباب العراق المتظاهر وبمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال. شبابنا عزتنا كرامتنا. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية. هذا صوتك لا تبيع فالعراق ولا نفاق.